طيب احنا ان شاء الله هنكمل، هنبدا الماد بلوتليب هناخده من دبليو سي سكول، لان هنا بس المهندس مش منظم بطريقه كويسه. هنكملها؟ لا هنكملها بس بعد ما اخلص الماد بلوتليب، طيب لان تمام في جزء اوكي في البندس معتمد على الماد بلوتليب، فهناخد المكتبه دي الاول وبعد كده نكمل البندس. ماشي، طيب تمام انا بس حبيت اقولها من دبليو سي سكول لان هنا في تنظيم شويه والجرافز موجوده، يعني كل كود الرسمه بتاعته موجوده. طبعا هي المات بلوتليب هي مكتبه عظيمه جدا، بتستخدم في الفيجواليزيشن للارقام اللي بتبقى موجوده عندنا او الداتا سيتس اللي موجوده عندنا. ازاي بقى فيجواليزيشن؟ باي طريقه، انت ممكن ترسمها عن طريق رسم بياني، ممكن ترسمها عن طريق هيستوجرام، ممكن ترسمها عن طريق سكاترز اللي هي عباره عن نقط كده، يعني ايا كان الشكل اللي انت عاوز ترسمه بيه فهنتعرف عليه النهارده ان شاء الله. طيب ده شكل بسيط من الاشكال اللي ممكن تعملها بالمات بلوتليب، اللي انت عندك مثلا لو انت عندك اكس وواي لسته اوف اكس وواي عاوز ترسمها كده، كل قيمة من X مع كل قيمة من Y، فتقدر ترسم اللاين ده باستخدام الماتبلوتليب بكل سهولة جدا بثلاث سطور كده. طيب تستخدم برضه في 3D، تستخدم في حاجات كتير يعني. طيب طبعا احنا عندنا الاناكوندا بتاعتنا، فالاناكوندا هي اصلا متصطف فيها الماتبلوتليب، عشان كده انا قلت لكم في الاول خالص هنشتغل على الاناكوندا والحاجات دي. فانت لو مش متسطبه عندك، او لو انت شغال مثلا على باي شارم او اي اي دي اي مختلف، فالمفروض انت بتسطب الحاجه دي باستخدام البي اي بي انستول مات بلوتليب. طبعا هنا السطر ده بيتحط فين لو هو مش موجود عندنا يعني، فاحنا بنيجي على سيرش كده ونكتب اناكوندا، اللي هو الاناكوندا برومبت بتاعنا اللي هو ده. ماشي، واي حاجه احنا عاوزينها بقى بنبدا نسطبها من خلال الكوماند دي. فبيجي لنا كده سي ام دي عامله زي الشاشه السوداء بتاعتنا كده، هي هيها اصلا، بس دي شغاله على البيز بتاع البايثون يعني بتاع الاناكوندا نفسه. فلما تيجي تسطب اي حاجه بتروح للباص اللي هو خاص بالاناكوندا. فهنا ممكن اقول له بي اي بي انستول، تاخد دي كابي بيست كده وتحطها هنا كده، كليك انتر وتنتظر شويه كده لحد ما يحملها ويسطبها. دي لو تمام انت عاوز تسطب اي مكتب، اي مكتبه انت محتاجها، يعني لو جالك في الكود مثلا يقول لك ايه مكتبه معينه نوت 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 او نو مديول نيمد كذا، فده معناه ان الموديول دي مش متسطبه او المكتبه دي مش متسطبه، فانت ممكن تسطبها بالطريقه دي بي اي بي انستول وتكتب اسم المكتبه اللي انت عاوزها، عشان لو ظهر لك ايرور زي ده يعني في اي مكان بعد كده. طيب ازاي بنعمل امبورت للمات بلوت ليب؟ طبعا زي اي مكتبه بنعملها امبورت، بنعمل امبورت للمات بلوت ليب. ماشي، لو انت عاوز تعرف الفيرجن بتاعها كام، لان في كذا فيرجن طبعا كل فتره كده، لان الموضوع ده اوبن سورس فبيحصل تطوير كتير، فبينزل فانكشنز زياده موجوده على المكتبه، حاجات بيحصل لها ديبريكيتنج، حاجات بتختفي اصلا من المكتبه، فعشان كده كل فتره يحصل تعديل في الفانكشنز المكتوبه في الكلاس دي. طيب لو احنا مش عاوزين نستخدم كل شويه الاسم كامل، هو ما بيقول مش عاوز نستخدم الاسم بتاعها كامل كده، عاوزين نختصر الاسم شويه، هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك معظم الفانكشنز اللي انت تستخدمها موجوده في كلاس اسمها باي بلوت جوه الموديول اللي اسمه ماب بلوت ليب. ماشي، طيب انا مش كل شويه بقى اقوم كاتب دي واقول له انا عاوز اسم الفانكشن اللي جوه دي، انا عاوز اختصر الدنيا دي زي مين، زي ما عملنا قبل كده مع مين، مع النمباي مثلا. لما اقول لك امبورت نمباي از ان بي يبقى كده اختصرت النمباي دي. طيب انا دلوقتي عاوز اختصر برضو الكلمه دي كامله على بعضها كده، اقول امبورت ماب بلوت ليب دوت باي بلوت از بي ال تي. بعد كده لما اجي اشتغل بقى اشتغل على مين؟ هشتغل على بي ال تي بس. ماشي، لان كده كده هي معايا دلوقتي ايه، معايا الباي بلوت كل الفانكشنز اللي جواها اللي هي اصلا بيزد على المات بلوت ليب. فالمات بلوت ليب دي الموديول اللي هو المكتبه نفسها، والباي بلوت ليب ده اللي هو الايه، او الباي بلوت دي الكلاس اللي فيها مجموعه الفانكشنز اللي انا هستخدمها، والبي ال تي ده الانستنس اللي انا خدته من الجزء ده كله على بعضه كده، عشان بعد كده اقدر استخدمه بالاسم بي ال تي بس. زي ما اتعودنا قبل كده لما اقول لك امبورت نمباي از ان بي، يبقى انا ممكن استخدم ان بي بس، مش لازم اقول له نمباي دوت كذا. طيب فدي حاجات كده كونفنشنز متعارف عليها في البايثون يعني. طيب عاوزين نعرف اول استخدام عندنا باستخدام المات بلوت ليب دي، لو انا عاوز ارسم لاين بالشكل ده كده، انا معايا دلوقتي قيم لاكس وقيم لواي. طيب بنعمل القيم دي ازاي؟ خدنا بقى نمباي قبل كده، فلو قلت لك مثلا الاكس بوينتس ايكوال ان بي دوت اري، انا عاوز اري او ماتريكس فيها بس 0 و6 وعندي وعاوز اعمل اري كمان فيها 0 و250 و250،
وعاوز ارسم النقطتين دولت باستخدام لاين زي ما احنا شايفين كده. طيب هو اللاين ده اترسم ازاي؟ احنا طبعا لحد هنا كده مفيش مشكلة، نيجي بس لايه؟ للسطرين دول. طبعا مع مين؟ مع السطر اللي فوق خالص ده، فلازم يكون ده موجود اصلا عشان تقدر تشتغل على الماتبلوتليب يعني. بعد كده بقول له البي ال تي دوت بلوت ارسم لي الاكس بوينت مع الواي بوينت. هو بيعمل ايه؟ هيقوم واخد زيرو مع زيرو ويقوم حاطط النقطة اللي هي فين؟ اللي هي هنا دي، أول نقطة هنا دي. ماشي؟ نجيب انوتيشن كده. النقطة ديت اللي هي 0 0 صح كده؟ طيب النقطة التانية اللي هي كام؟ اللي هي 250 و6 6 و250. طيب فين 6 و250؟ ادي 6 اهيت و250 فوق خالص اهي. فيقوم راسم النقطتين دولت كده بنقطتين ويقوم موصلهم ببعض زي ما احنا شايفين كده. يبقى كده هو عامل اللاين وصله بالطريقة دي. طبعا انت عندك بس نقطتين هنا، انت ممكن يكون عندك نقط كتير يعني، ممكن يكون عندك 0 0 6 250 5 120 مش عارف كذا 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 كذا. هو بيرسم كل نقطتين مع بعض، كل قيمة من اكس مع كل قيمة من واي، وبعد كده يوصلهم ببعض باللاين اللي احنا شايفينه ده. طيب الكلام ده حصل ازاي؟ بالسطر اللي احنا شايفينه ده، ده اللي هو بيرسم النقط وبس، بيرسمها في كأنك بيرسمها في الرام يعني. طب انت عاوز تظهرها بقى على الشاشة عندك، فبتقول له ايه؟ البي ال تي دوت شو عشان يرسم لك او يظهر لك الاوتبوت اللي انت شايفه ده كده. طيب فدي بكل بساطة لو انت عاوز ترسم لاين بالشكل ده كده. انت ممكن تعمل هنا تراي اوت سيلف كأنك شغال على الاي دي بتاع السبايدر بالظبط، انت ممكن تعدل اي حاجة هنا تظهر لك هنا. طيب تعال نشوف كده برضو عندنا هنا نفس الكلام اهوت. لو انت جيت تزود، زود هنا مثلا اي حاجة، زود نقط كده مثلا 8 و ومثلا 300 مثلا، وجيت عملت رن، بص كده الشكل عمل ازاي. هنا لما تمام. بدأ 0 و 0 يعني واقف، واقف هنا كده. تاني خطوة 6 و 250، ادي الستة اهي وادي ال 250، فوقف هنا كده. هتلاقي في كسرة هنا كده، الكسرة دي انكسرت ليه؟ لأن قلت 8 وكام؟ 8 و 300. ف 300 طبعا هما بيقعد بقى يعملها مع بعض كده. لو انت نزلت عن القيمة بتاعة 8 300 ديت هينزلك تحت يعني، انت بدل ما تخلي 300 دي تخليها مثلا 50، فهتلاقي ان القيمة بتاعتك ايه؟ عاملة زي الهرم كده، طالعة ونازلة على حسب بقى القيم الموجودة عندك. فانت بتبدأ ترسمها بالشكل انت ايه اللي انت عاوزه. اه فيطلع فوق وبعد كده يقوم نازل تاني. فهو بيرسم النقط وبعد كده يوصل ما بينهم بلاين بكل بساطة يعني. طيب ده لو احنا عاوزين نرسم لاين. طيب هيبدأ يشرح لك كده بقى ايه اللي هي اللي هو الجزء اللي هو الاكس بوينت والواي بوينت بيشتغل ازاي. فانا قلت لك ان هو بياخد ايه؟ بياخد كل قيمة من اكس مع كل قيمة من واي، ويبدأ يحط النقطة بتاعتك وياخد كل القيمة التانية مع القيمة التانية ويحط النقطة وهكذا، وبعد كده يقوم راسم الخط اللي أنت عاوزه. نفس الكلام اهوت 1 و3 مع 8 و10، ده نفس الأب بالظبط. هنا بس بيشرح لك الكلام اللي احنا ايه اللي احنا بنقوله ده. طيب لو انا عاوز النقط اللي انت ترسمها لي ديت مش عاوزها لاين، انا عاوزها نقطتين زي ما انت شايف كده، مش عاوز يرسم لاين ما بينهم، تعمل ايه؟ هتزود بارامتر زيادة كده مع البلوت. البارامتر ده بتحط فيه شكل اللي هي الدايره دي، فهو بدل ما هيرسمها لاين باي ديفولت هيرسمها ايه؟ هيجي عند النقطتين دول اللي هو 1 و3 ويحط مكانها نقطه زي ما انت شايفها كده، اللي هي النقطه اللي تحت دي. الدايرة دي اللي هي زيرو ولا او؟ لا او مش ماشي. زيرو. في انواع كتير جدا من الحاجات دي، انت ممكن تحط نقطه، ممكن تحط داش، ممكن تحط اي حاجه انت عاوزها يعني. هو بيرسمها تريانجل، لك لو عايز بالشكل نقطة تبقى تريانجل حط تريانجل. اه يعني في كذا حاجه كده، انت ممكن ايه هوريها لك دلوقتي، في كذا حاجه ممكن تغيرها مكان الدايره دي وهو يرسم لك الشكل اللي انت عاوزه يعني. فانت لو عملت الدايره دي هيرسم لك دايره مقفوله زي ما انت شايف كده. طيب مش هيرسم لك اللاين، هيرسم لك حاجه بالشكل اللي انت شايفه ده كده. طيب طبعا ده بديهي بقى اللي هو مالتيبل بوينتس يعني، انت لو عندك نقطتين عرفت ترسمهم فانت تقدر ترسم اكتر من نقطه يعني. انت عندك 1 و3 و2 و8 و6 و1 و8 و10، الكلام اللي لسه قايله من شويه اصلا، اللي هو انت ممكن ترسم كذا نقطه هو يوصل ما بينهم. وباي ديفولت هو رسم لاين ليه؟ عشان هو ما عندوش بارامتر التالت يقول له انت عاوز ايه بالظبط، فعشان كده رسم لاين ووصل ما بينه. طيب لو احنا عندنا حاجه بالشكل ده كده، عندنا اري واحده بس 3 8 1 10 5 7، ما عندوش واي، ما عندوش قصدي يعني، انت لو اديله مثلا اكس ومش مديله واي هتعمل ايه؟ هو يعتبر ان القيمه التانيه دي ايه؟
توقع كده. انا مديك بس واي بوينتس اللي هو الان بي دوت هيطلعهم اري. زي بعض. لا مش كلهم زي بعض بقى، هو يبدا يشتغل من ايه بقى، هيعتبر ان انت شغال بواحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته بالكلام ده. يعني لما تقول له مثلا ادي الرسمه بتاعتي اهي مع القيم الموجوده عندي، بص تحت كده عند الاكس اكسس هتلاقي ان الاكس اكسس شغال على ايه، شغال على واحد زيرو وواحد واتنين وتلاته واربعه وخمسه، والواي اللي هي خدها من مين، اللي هي خدها من القيم اللي هي اللي انت بتديها له في الليست. فباي ديفولت لو انت اديت له فيكتور واحده هيعتبر ان دي واي، مش هيعتبر ان هي اكس. الاكس دي هي هيجيبها من عنده كده، هيخليها ماشيه بالترتيب 0 1 2 3 4 5. لو انت محتاج كده فعلا فانت ممكن تعملها كده، لكن لو انت محتاج الاكسات بتاعتها القيم بتاعتها تتغير، يعني كل قيمه من واي ليها قيمه اكس مختلفه مش ماشيه بالترتيب، فانت لازم تحط لي الايه؟ الاكس اكسس بتاعتك او الاكس بوينتس بتاعتك. يبقى دلوقتي لو انت ثبتت قيم زي دي كده ايا كان، انت ممكن تسميها اكس تسميها اي حاجه، واديتها للبلوت هيعتبر ان القيم دي بتاعت الواي مش بتاعت الاكس، وباي ديفولت هيعتبر ان الاكس هي بادئه من زيرو، هياخد اول حاجه هي زيرو مع كام؟ مع تقريبا ثلاثه، بعد كده واحد مع ثمانيه، بعد كده اثنين مع ايه؟ مع واحد، بعد كده ثلاثه مع تسعه، وبعد كده اربعه مع خمسه تقريبا، وبعد كده خمسه مع سبعه، اللي هي نفس القيم الموجوده عندي دي. ماشي؟ فدي قيم الواي، وقيم الاكس هياخدها باي ديفولت اللي هي من زيرو لحد على حسب عدد الارقام المكتوبه عندي دي. يبقى كانك بالظبط، كانك بالظبط عملت ايه؟ كانك هنا عملت جيت هنا قمت قايل له ايه؟ ان الاكس بوينتس بتاعتك بتساوي ان بي دوت نمباي ان بي دوت اقصد، وبعد كده اديت له لسته بنفس عدد اللسته الثانيه اللي هي فيها الواي، بس هنا بادئ من زيرو واحد 0 1 2 3 4 5 على حسب عدد الايه؟ عدد القيم المكتوب عندك. ماشي كده؟ فدي هيطلع لك نفس الاوت. يعني لو انت حليت هتيجي هنا بقى تقول له ايه؟ انا عاوز هنا كمان معاك الاكس بوينت، ادي الاكس بوينت والواي بوينت، واقول له ران، فهيطلع لك نفس الاوت اللي انت شايفه من شويه، لانه هنا ايه؟ هنا هو باي ديفولت اصلا كان شغال على من 0 لحد 5 زي ما احنا شايفين، يبقى نفس الاوت اللي احنا شايفينه. طيب لحد هنا كده في مشكلة؟ لا تمام هو تمام قال لي تحت اهوت ان اكس بوينتس بتاعتك ان ذا اباف اكزامبل اللي هي من 0 لحد 5. طيب بعد كده بيقول لي الماركرز بقى، الماركرز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شوية. احنا عندنا دلوقتي لو انا عندي مثلا واي بوينتس بس زي ما احنا شايفين كده ان بي دوت اري، واديتك 3 8 1 10، وقلت لك ان الماركر بتاعك يكون الدايرة دي، عارف الماركر ده معناه ايه؟ يعني على كل رأس نقطة أنت رسمتها لي حط لي دايرة، أو حط لي دايرة مقفولة زي ما أنت شايف كده. طبعًا دي مختلفة عن الشكل اللي إحنا لسه عاملينه من شوية، إحنا كنا عاملين من شوية بدون ماركر دي. يعني أنت لو شلت كلمة ماركر دي وحطيت له دي بس هيعمل نقط، هيعمل دواير بس مش هيرسم اللاين. لكن لو قلت له ماركر بيساوي الدايرة دي، ده معناه عند كل نقطة رسمتها اعمل لي ماركر، يعني اعمل لي حاجة ألاحظها إن فعلًا أنت رسمت لي نقطة هنا. واخدين بالكم الحتة دي؟ ادي عندي نقطه اهي، وادي عندي نقطه اهيت، والنقطه الثالثه والرابعه اللي هم الاربع نقط اللي موجودين عندي. وطبعا برضو هنا اشتغل على الاكس اكسس الديفولت اللي هي من زيرو لحد كام، من زيرو لحد الارقام اللي انت ايه اللي انت شغال عليه. فهنا طبعا انت عندك الماركر بس الحته الزياده اللي هنا اللي هي الماركر ده والماركر ده اللي هم اربع نقط اللي احنا شايفينهم دول. ماشي كده يا جماعه؟ طيب الماركر ده بقى انا ممكن اغيره بقى، اغيره ازاي؟ لو انا حطيت استريك زي ما انت شايف كده، بص كده هتلاقي ان الاستريك بتاعك بدل ما هو دايره، بدل ما هي بقت دايره مقفوله بقت استريك، بقت عند القيم اللي هي البوينتس اللي انت رسمتها بقت ايه؟ بقت استريك نفس الشكل اللي انت قلت له عليه. طيب انا ممكن اغير برضو، يعني ممكن اخليها كذا حاجه. بص بقى الاشكال دي، ممكن اخليها ستار، ممكن اخليها نقطه، ممكن اخليها كوما، ممكن اخليها اكس، ممكن اخليها اكس كبيره، ممكن اخليها بلس. كل ما تغير حاجه من دي كل ما هي هتترسم لك اصلا في النقطه نفسها. ممكن ترسم اي حاجه بقى، انت عاوز ترسم مثلا دايموند، فطبعا كل واحده من دي بتساوي حاجه معينه. يعني ايه دايموند؟ الدايموند ده يعني ايه؟ بس يعني لو جيت هنا كده اعمل بص زي كده الدايموند ده اللي هو المعين، حاجه كده عامله زي بوليكو المثلثين لازقين في بعض كده. فطبعا انت هو مش هيجي لك دي، هو مش هيجي لك حرف دي كتب لك هنا، لا هو بياخد الحاجه اللي قصاد الحرف نفسه، كل حرف من الحاجة ده اللي بيساوي حاجه بتمثلها يعني. بالظبط.
فانت عندك بقى، انت لو انت عاوز ترسم حاجه معينه من الاشكال دي، انت ممكن تجرب عن طريق الترايت، او ممكن تاخد الكود نفسه تحطه على سبايدر هيشتغل معاك برضه. يعني انت لو خدت نفس الكود ده وحطيته على سبايدر، كأني انا دلوقتي شغالين على سبايدر، هو فنيجي نجرب بس مره كده. ولو قلت لك هنا كده ايه ران، هو في حاجة تو لاينز كده في الآخر هو بيستخدمهم في ال W3 سكول عشان يرسم، فاحنا ممكن نمسحهم. انا مش عاوز دول في حاجه، انا عاوز بس ليه لحد البلوتس. وطبعا عشان تشوف الرسومات الموجوده عندك في البلوتس دي، و import sys برضو في الأول مش محتاجة. دي بتاعت السيستم دي. هنا بس في حاجه which line GUI backend so cannot show the figure import matplotlib choose. ممكن نمسح مات انا مش عاوز بلوتليب دي دوت كمان، يوز دي. انا مش عاوز دي كمان في اي حاجه. نعز matplotlib dot by plot as blt port and by as nb، وادي ال y points وادي ال blt will show which is a non GUI backend so cannot show the figure. matplotlib is currently using egg. سجلت تقريبا في الميموري ولا ايه؟ which is a non GUI backend so cannot show the figure. الplot show طيب. خلينا بس نكمل دلوقتي على دبليو سويس كول واشوف الايرور ده معناه ايه في الاخر. تمام. في حاجه تقريبا، طب حد يجرب عنده كده، هياخد بس الجزء اللي هو من اول امبورت ماي بلوت ليب دوت باي بلوت لحد الجزء بتاع الشو ده اللي هو لحد هنا ده. اشتغلت عندي عادي. يبقى انا المشكلة عندنا في حاجة كده مش عارف هي قالت فين ليك بالظبط. لما عملت كوبي في الأول أو حاجة، فت يعني أنت ممكن مثلا ده تكريت نيو فايل وتاخد الجزء ده بس كوبي. لا هي في حاجة عندي تقريبا فيها مشكلة، تقريبا لما شغلت الايدج دي عملت لي مشكلة، يعني المفروض ما اعملهاش اصلا. وممكن مثلا تستوب الكيرنل وتشغلها تاني حاجة كده. وبابا كان عندك يا أسامة؟ بجربه اشتغلت يعني. طيب احنا طبعا بنشوف الحاجات دي في البلوتس اللي فوق دي، فأي رسمة هنشوفها هنا. زمان كان الرسومات بتيجي هنا عشان بس ما حدش يبقى يتلخبط في الحتة دي. طيب في حاجة عندي اسمها، طب ما خلاص تستنى بس غلط معاك. باي بوينت كوما ماشي ده كوتيشن او دوت ار كوتيشن او اعمل ايه بقى عشان اظهر فيو ولا اكتب ايه بالظبط؟ بلوت. لا بلوت هتلاقي فيه بلوتس موجودة عندك فوق كده، بلوت بص كده بلوت بلوتس اللي فوق دي. بلوت شو ظهرت زي الفل. طيب يبقى اي رسم بعد كده ترسمها فيجواليزيشن هتبقى موجودة عندك في الجزء ده. هو انا طيب عملتها على الجوبيتر بس ظهرت السبايدر فين البلوتس زي ما انت قلت. ما عادي، ما هو الجوبيتر والسبايدر هما الاتنين واحد اصلا. تمام. في حاجه بعد كده كده بيقول لي لو انت عاوز تمارك each point with a circle، يعني انت عندك مثلا كل بوينت اهيت موجوده في سيركل زي ما انت شايف كده، بس انت مش عاوز الخط يبقى عباره عن لاين لاين على بعضه. يعني لو انت عاوز تعمل حاجه بالشكل ده كده، انت ممكن تحط له الاو دي اللي هي الاو ديت ماشي. طبعا ده مش مفيش كلمه ماركر قبلها يعني، بس في كلمة في حرف الاو وفي حرف الار،
الار ده اختصار اللي هو سيركل، فانت عاوز الشكل ده يكون سيركل ماشي، والاو ديت اللي هو هيعتمد عليها اصلا عشان يرسم السيركل اساسا. هي حاجه مش مهمه قوي يعني، بس في حاجات تانية اللي هي هتغطي على الجزء ده خالص، فمش مهمه دي خالص، ما تبصلهاش دلوقتي. الماركر سايز دي حاجه مهمه ممكن تستخدمها. فانت بعد ما رسمت الماركر وقلت له ان خلاص انا عاوزه شكله يكون بالاو او الشكل اللي هي الدائري، طب شوف السايز بتاعه كام بقى. السايز بتاعه لو انت عاوز تكبره شويه فانت بتقول الام اس بتاعتك اللي هو 20 مثلا، 20 ده اللي هو الشكل اللي انت شايفه ده كده ماشي. طيب هنا لو انت عاوز تقول له ايه، لو انت عاوز تحط دايره ريد على السايز اللي انت رسمته، يعني بعد ما رسمت ال 20 زي ما انت شايف كده وقلت له دلوقتي اعمل لي سيركل كمان حمراء على مين؟ على كل بوينت موجوده عندي. هتلاحظ ان في سيركل حمراء هنا كده على الزرقاء نفسها. انت بتعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق الام اي سي، وبتقول له ايه؟ ريد، ار دي اختصار ريد. تمام؟ فالام اي سي ده اللي هو الاختصار اللي هو بيسموه الماركر ايدج كولر، اللي هو الكلمه دي ماركر ايدج كولر اللي هو الاختصار بتاعها ام اي سي. فدي كلها بقى شويه بارامترز انت ممكن يعني ايه تجمل بقى الشكل اللي انت عاوز ترسمه يعني. طيب هنا في ايه؟ هنا بيقول له ام اف سي مش ام ايه؟ خلي بالك ان في فرق ما فيل بين دي، كانك حاجه كده عامله زي اه الفور جراوند والباك جراوند. ديت هتبقى ماركر فيس كولر. يعني ايه فيس كولر؟ فيس كولر اللي هو الشكل اللي هو ظاهر اصلا، يعني الشكل الظاهر جوه، فبيسموه الوجه يعني، ده الوجه بتاعك. الوجه بتاعك ده خلي لي اللون بتاعه ريد. وطبعا هو اعتمد ان اللون التاني ازرق ليه؟ من اللاين نفسه، خد اللون التاني من اللاين نفسه بقى ازرق زي ما هو، والسايز برضه 20. طيب هنا برضه زود حاجه زياده، حط الاثنين مع بعض تقريبا، ام اي سي خليها لي ريد ماشي، والام في والام اف سي خليها لي ريد برضه عشان ما يغيرليش لون في الجزء ده كده. الايدج بتاعت الدايرة. بالظبط، فهو خلى الاثنين نفس اللون، فهتلاحظ ان هما الاثنين اصلا ايه حاجه واحده يعني. تمام. طيب انت ممكن تختار الوان اللي هي الكود، لو انتوا تعرفوا هيكس. الاكواد بتاعه الالوان نفسها يعني. انت عارف الكلام ده يا اسامه؟ مش الكود ده، عارف، بس ممكن نبقى ندور عليها عادي. الكود ده تجيبه ازاي؟ لو انت مثلا هنا جيت قلت له انا عاوز الكالر ديت، يعني كل كولر ممكن تمثله في هيكس ديسمال. لو قلت لك كولر هيكس ديسمال كده هتلاقي في موقع اللي هو بتاع ال HTML color codes، هتلاقي في حاجه كده الالوان اللي انت شايفها دي، كل لون من ده بيبقى ليه رقم من ده. الرقم ده انا ممكن اخده زي ما هو كده وهيجيب لي نفس اللون اللي انا بدور عليه ده. يعني مثلا انا جيت هنا كده اللون الازرق ده ماشي، اللون ده اللي هو انا واقف هنا، لو انا وقفت هنا كده ايه اللي بيتغير؟ هتلاقي الرقم ده بيتغير معايا. الرقم ده انا ممكن اخده كده كابي، كوبي وممكن احطه فين؟ في في ال الكود بتاعي بدل مثلا اللي هو البدل ده ماشي، بس لازم الهاش دي يكون قبلها. في فتعال نجرب كده، لو انا عملت try to yourself، جيت اشيل الجزء ده كده وحطيت الكود ده اللي لسه جايبه من شويه اهو، حطيته في الاثنين وجيت ران، اللون اللي انا جبته اللي انا شفته اصلا هناك هو اللي هيبقى موجود هنا. فطبعا احنا ما بنحفظش اكواد، انت بتروح تشوف اللون اللي انت عاوزه اهو، تروح تشوف اللون اللي انت عاوزه هنا كده وتجيب الكود بتاعه كابي بيست وتحطه هناك لو انت عاوز لون معين يعني طب هل ماشي. ينفع اغير اللون بتاع اللاين؟ ينفع تغير اللون بتاع اللاين، هيجي لك دلوقتي، هيجي لك في بارامترز كتير بتغير الالوان دي. طيب جيت هنا مثلا وخدت الكود ده، فخلاص اللون ده اللي انت شايفه ده اهو هو ده اللي هيبقى طاغي على الرسمه اللي انت شايفها من شويه. في مشكله كده؟ ما زي الفل. فانا ممكن ايه؟ بس لازم الهاش دي تكون موجوده. انا بس خدت الام اي سي بس اللي هتبقى حوالين الدايره بس. هتلاقي في لون هنا بس هو مش ظاهر قوي، لو احنا خلينا اللون ده كمان نفس اللون بتاعنا هيبان شوية اهو. تمام كده، يبقى اللون ده اللي انا لسه جايبه من شوية هو اللون اللي ظاهر عندي ايه اللي انا خدت الكود بتاعه. يبقى دي كلها شوية حاجات كده ممكن نستخدمها. انت ممكن تستخدم اللون بالاسم بتاعه، يعني ممكن تقول له هوت بينك او ريد او بلو او يلو، اي حاجه، اي اللون نفسه باسمه، مش لازم تكون تحط له كود يعني. وممكن تختصر يعني البلو ممكن تختصرها بي، الريد ار كده يعني.
اللاينز اللي انت بترسمها ديت، بص لو انا عاوز اللاين بتاعي يكون الستايل بتاعه دوتد، يعني يكون عبارة عن نقط زي ما انت شايف كده، بدل ما هو لاين يكون نقط. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هزود بارامتر اسمه اللاين ستايل. ماشي، اللاين ستايل دي فيها كذا كذا فاليو بقى، ممكن تاخد كذا فاليو، ممكن تاخد دوتد، ممكن تاخد قيمة سوليد، ممكن تاخد قيمة داشد، ممكن تاخد كذا حاجة هقول لك عليها دلوقتي. يبقى الشكل اللي انت شايفه ده، لو انا شلت ده كده، لو انا شلت الجزء ده كده، هتلاقي ان الاوت بتاعك لاين زي ما انت شفتها قبل كده. طب لو انا عاوز اغير الشكل اخليه دوتد، هيبقى بالشكل ده كده، اللي هو عباره عن نقط. طيب ممكن يكون داشد، داشد اللي هو عباره عن ايه؟ عن شرط كده، هتلاقي شرط كده ايه لحد ما تخلص الايه اللاينز بتاعتك كلها. طيب ممكن يكون عندك ايه؟ ممكن يكون عندك حاجه بالشكل ده كده، بيقول لي لاين ستايل كان بي ريتن از ال اس. انت ممكن تختصر كلمه لاين ستايل دي وتحط مكانها ال اس، يعني بدل ما تكتب كلمه لاين ستايل كامله، انت ممكن تحط مكانها ايه ال اس، وممكن تختصر الدوت دي تحط مكانها ايه العلامه دي اللي هي الكولو. ماشي، ممكن تختصر الداش دي تحط مكانها العلامتين دول، فهي نفس الاوتبوت اللي هيطلع لك فوق. ماشي، طيب تمام. فدي نفس الاوتبوت اللي طلع فوق اهوت بتاع اول رسمه، ولو طبقت الثانيه هيطلع لك نفس الرسمه بقى. طيب انت عندك بقى شويه حاجات كمان، عندك لو انت عاوز سوليد، يعني انت عاوز يعني ايه سوليد؟ ده الديفولت اصلا اللي هو اللاين العادي، فانت بتحط شرطه واحده. يعني ايه شرطه واحده؟ يعني لو حطيت ال اس بتاعتك شرطه واحده بالشكل ده كده، ده الديفولت اساسا. يعني لو انا شلت ده كده كاني ما عملتش حاجه. ماشي، لكن هو بيديك ال اس معاك كذا فاليو عشان يكون عندك فرايتي في الحاجات اللي انت عاوزها، يعني يكون في تنوعات كده في الحاجات اللي انت عاوز تشتغل عليها. طيب لو انت عاوزها دوتد، فانت خلاص هتحط لي الايه الكولوم اللي احنا اتفقنا عليه. لو انت عاوزها داشت، هتحط الاثنين دول مع بعض. لو انت عاوزها داش دوت، يعني تحس ان في شرطه ونقطه مع بعض كده، انت ممكن تحط الاثنين دول مع بعض كده. بص كده اللي هو الشكل ده، ساعات ناس بتحب الاشكال دي بتلعب فيها جامد يعني. طب لو انت مش عاوز حاجه خالص، فانت ممكن تقول له ايه، مفيش حاجه خالص هنا، ما تظهرليش اي اوتبوت يعني، فطبعا مش حاجه منطقيه يعني. ماشي كده، طيب اللاين كولر بقى اللي هو لون الخط نفسه اللي انت كنت لسه بتقول عليه من شويه، لون الخط نفسه ممكن تغيره ازاي؟ عن طريق الايه الاتريبيوت اسمه كولر. انا ممكن اقول لك كولر بيساوي ار، او كولر بيساوي بي، او كولر بيساوي واي، او كولر بيساوي كود من الاكواد اللي انت لسه شايفها من شويه دي. خلاص كده تمام. الفكره واضحه كده. انت الالوان دي خلاص، يعني الالوان دي انت ممكن تحط الاسم اللون بالانجلش بتاعه، او الحرف الاولاني بتاعه، او لو انت عاوز لون معين فتروح تجيب الكود بتاعه. في مشكله كده، تمام. ده اللي هو الكالر اهو. قال لك انت ممكن تختصر الكالر كمان بالسي، يعني ممكن تقول له بدل ما تقول له كالر بيساوي كذا، انت ممكن تقول سي بيساوي الكود بتاعك على طول. طبعا الكود ده اللي هو بتاع مين اصلا؟ اتش ان ال كولور. اللي هو اللون ده.